ولكن ما يستسلم، وهو أيضا تمكن من الاختبار. ما شاء الله، ما توقعت أنه بيوصل. وصل دور حمد الدوسري. حمد وزنه أقل، ولكن الصعود يعتمد على قوة عضلاته. إذا ما تقدر عود يبقى عود. صادني شد بس وما طلعت. مو طيب. ناصر الرميحي هو أحد أكبر المشاركين سناً. ناصر حاتي، ولكنه متأمل ينجح في الاختبار. عزومة القوية تضمن للنجاح. محمد إبراهيم هو التالي. شوي شوي يا إبراهيم، المستوى اللي ما تقدر توصل له انزل. مو بالخلا هاي إبراهيم. وصل 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 مو بعد. مو بالخلا. بس 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 يا إبراهيم بس بس يعطيك العافية. ان شاء الله جاهزين، وحنسلخ ونطلع فوق ان شاء الله، يمكن بعد نعدي البيض. الحين مع طلال عبد العزيز. طلال قدر ينجز الاختبار اسرع من يوسف بثلاث ثواني، وهو انجز المهمه في 10. والله ما شاء الله متحمسين، ورغم انهم في منهم شياب، لكن ما شاء الله طلعوا للمستوى الاخير من التسلق. نعود للدكير، لان وصلت الليحان للصيانه والمكينه. هذه الليحان تتركب مكان لشخاصه. هذا في خشب، هذا خلي واحد سايد ما يسوي خشب فوق سوي كسر. أوكي، الشحنة اللي موجودة عندي، في عندي بعض الأخشاب اللي هو الساي والبلا والبلنجة. هاي البلنجة يستخدمونها حق الشلمان، والساي جايبينه حق الهيسد، يسد المحمل، والبلا جايبينه حق الفرش داخل. كل شيء ماشي حسب الأصول، ولكن فتح الخير ما بيترك الفرضة قبل اختيار يزوتها. التحديات مستمرة بين المشاركين. الحين جاء وقت اختبار المصابة. على المشاركين المشي على خشبة بطول 5 أمتار لاختبار مقدرتهم على المصابة. البعض يعاني في الاختبار، والبعض ما عنده مشكلة. خالد سالم ما شاء الله عليه أثبت براعته. خالد مركز طول الوقت وينجز المهمة بسهولة. أحمد هلال شكله يعاني من البداية. محمد يحاول يدخل عامل السرعة ولكنه فشل. يمكن خفة وزن حمد تساعده هالمرة. الاختبار شكله سهل، ولكن أصعب مما يتصور الكثير. ناصر يبين للشباب كيفية عبور هالاختبار. بهالاختبار يبين للجنة مدى مقدرة المشارك إنه يمشي على الإسطاح بسهولة. في الدكير فتح الخير ياخذ شكله، والأشخاص والكلفات والمسامير أمورهم طيبة. طبعا احنا غيرنا الالواح، ركبنا الالواح جديده، حطينا مسامير جديده، حطينا فتيل جديد،
فهذا الحين قاعدين هم يشتغلون عليه على الأخير، بس بيحطون لامي على المسامير، معجون يعني بيحطون معجون، احنا نسميه من أهل عرف البحر يسمونه لامي. الشغل ماشي لكن لازم فيه بعض المشاكل. في قطعة عند النار هني، أنا قلت له حق القلاف لا تقصه، وقال لي أوكي، قلت له ركب لها مسمارين وخلها تحت النار، النار هي اللي يركب فيها السكان. أول ما دشيت المسندم شفت حركة السكان غير طبيعية، فرحت أشوف أشيك مكان السكان. محمد السادة راح وشيك، لقى النار مكسورة اللي عند البيص. لا لا الأمور طيب، الأمور طيب، الأمور طيب، هذه أمور لازم تحصل. النوخذ حسن الكعبي يقول ما في مجال للأخطاء والاحتمالات. هذه اللي انكسرت عندي في رحلتي السابقة لفتح الخير، المفروض هي واحدة، أنا حطيت ثنتين، واحدة تسند التحتية لأنها الثقل كله طول السكان كامل بي الثقل على النار التحتية. بكتارة جاء وقت الاختبار الثالث، السباحة. السباحة 50-50 يعني 100 متر كامل، وبعدين نطفو لمدة دقيقة وانقاذ غريق. الرحلة بتكون طويلة والكثير من الأحداث بتصير في وسط البحر. في حال حدوث أي مشاكل على الطاقم السباحة ومواجهة الأمواج. طبعا اللي يسبح يسبح مسافة كلها وهو مرتاح نعطيه على مكانه، اللي يسبح او شفناه تعبان نعطيه جيد جدا او جيد. السباحة طبعا بعد اعتماد على اللياقة، لازم يكون عنده تكنيكس شلون يقدر يسحب الماء عشان يكون هو مرتاح ويرتاح التنفس معاه ويساعده. الاختبار التالي هو اختبار الطفو على المشاركين، الطفو لمدة دقيقتين على الأقل. في حال سقوطهم في البحر عليهم الطفو لفترة قبل ما توصلهم المساعدة. على المشاركين مساعدة الآخرين في حالات مشابهة. عند لايف جارد من إدارة الشواطئ نخلي يلعب دور الغريق، والمشارك معنا يروح يسحبه ويطلع، نشوف نقيم احنا اذا كان انقاذه سليم ولا مش سليم، يعني عرفت ساعتي غارقه، فاحنا نبي نشوف الانقاذ. افضل طريقه لانقاذ غريق هو يروح ينزل عقب يطلع له وراه ويسحبه، يغوص تحت وعقب يسحبه لين بر الامان. الكل اداء جيد في اختبار الانقاذ. صعب جدا، صعب، تكفى خلاص تعبان. واليوم فتح الخير يرجع في البحر. واليوم فتح الخير يرجع في البحر. بعد ما مضى فتح الخير عدة أسابيع في الورشة أخيراً بيطلع. وصل وقت تركيب الماكينة وهي بتكون للاحتياط. في البداية أول شيء قاعدين الجماعة العمال اللي موجودين يشلون السقالات اللي موجودة على الجنب، وبيجي الفورك ليفت وبيسحب المحمل إلى خارج المنطقة اللي كنا احنا شغالين فيها اللي هو بالأنجر. الدكير مجهز بنظام سكك خاصة لتحريك السفن بأريحية. فاحنا
يعني احنا بنرجع للخلف، بعد ما نرجع للخلف بنسحبها على جنب. الحين ممكن نحمل المكينة، نعود صوب كتارة. جاء دور آخر اختبار للمشاركين. شباب ما شاء الله بدعوا ومشي على العمود، بدعوا وايد صراحة في تسلق الحبل، لكن الله يعينهم إن شاء الله في سحب الوزن إن شاء الله. على المشاركين رفع وانزال وزن 25 كيلو على ارتفاع 5 أمتار. الاختبار هذه يساعد اليزوة على رفع الإشراع وحرق الإشراع ونزول الإشراع. خطف الإشراع يبغي لعزم، وبهالاختبار يبين للجنة مقدرة المشاركين بالرفع الصحيح أو لا. ومع الخطفة لازم تقفل على الحبل وانت ساحب. الحمد لله كان الاختبار سهل، بإذن الله اللي جاي يسهل إن شاء الله. الله يسهل. لازم تقفل على الحبل وانت ساحب. آن أوان تثبيت مكينة فتح الخير. وزن المكينة قريب النصف طن. الغرض من المكينة هو وجود بديل في حال وقوع الطوارئ. طبعا الحين احنا نزلنا المكينة على الفونديشن على الكراسي مالها. طبعا انا ما اقدر اسوي ميزانية وفوق، انا بس اسوي لها ميزانية مثل ما تقول مؤقتة لين انزل البحر، لان انا نزلت المحمل البحر ممكن يلين شوي ياخذ وضع الطبيعي، هناك اسوي الميزانية. بعد الانتهاء من آخر اختبار عملي باقي عليهم الاختبار النظري. الاختبار هو عبارة عن مسميات بعض أجزاء أو أماكن المحمل، وعندك في بعض الأسئلة خليناها للملاحة بشكل عام. المختار الاختبار الصراحة يعني نأخذه ويعرف يختار الأسئلة اللي يحتاجها. احنا المعلومات اللي نعرفها حطيناها، ان شاء الله يكون لنا الشرف ان احنا نمثل بلادنا في الرحله هذه. الحمد لله الاختبارات كانت سهله والاسئله كانت في مكانها. يعني خلصوا الشباب امتحان النظري، وفي شباب جابوا علامات زينه، وفي شباب ما حالفهم الحظ في الدرجات والاسئله كانت شوي صعبه عليهم. طبعاً اللي تم اختيارهم راح نرسل لهم رسائل بالموافقة على أساس يكمل أوراقه. بعد تحميل المكينة عود المحمل للورشة لتكملة مشوار الصيانة. خلصوا من البرايمر، هم في البداية اللي هو البرايمر الأساس، بعد ما خلصوا الأساس صبغوا اليوم أنتي فولي، صبغوه طبعا مش بالبروش او بالروله، صبغوه بالقمل اللي هو بالهواء، الهواء ياخذ شوي يعطي طبقه اكبر من البروش. طبعا شوف الحين احنا نسوي له خط هني، احنا نسوي له خط، هذه احنا نسميه خط الشونه. خط الشونه يعني من تحت من الخط هذا ورايح لتحت للبيص، هذه احنا نسميه خط الشونه. الحين يصبغ الخط الازرق اللي هو خط البحر. مع
باقي 6 أسابيع على إبحار فتح الخير للهند، والبوم قرب يذوق البحر. تم اختيار اليزوة، باقي فترة قصيرة على بداية رحلة فتح الخير لمومباي. السلام عليكم شباب. شخباركم يا ربع؟ شعلومكم؟ احنا هني اليوم ان شاء الله طبعا بعد اجتياز اختباراتكم النظرية والبدنية، تم اختياركم ان شاء الله من ضمن يزوة محمل فتح الخير 2 ان شاء الله اللي هو للهند. الحمد لله ان اختاروني في الرحلة هذه، ويشرفني ان اكون عضو فيها عشان ارفع علم بلادي في اي مكان نروحه. اكيد بتكون شاقة، واكيد بتكون الرحلة طويلة، وان شاء الله عقب عون الله ان شاء الله نكون قد هاي. أتمنى من الله إن شاء الله أن يوفقنا في هالرحلة إن شاء الله. بس أنا حبيت أقول لكم مثل ما تقولون خط حمر اللي هو اليوم، يعني إن شاء الله ما يكون فيه رجعة من بعد الخط الحمر، اللي هو دار الرحلة صعبة والرحلة يبي لها شقة. هذه التجربة أول مرة أنا بدخل فيها أني أسافر على محمل خشب، وإن شاء الله أني أكون قدها. فتح الخير 2 طال عمرك رحلة تراثية، ولي الشرف أن أشارك فيها لإحياء تراث الآباء والأجداد. الخطورة أكثر من شسمه من بحر الخليج. بحر الخليج يعني الخليج العربي ما فيها أعماق، ومثل ما يقولون شوي مسكر، لكن إحنا رايحين حق محيط، رايحين حق بحر مفتوح، فهلا هلا في الشغل. الحمد لله مركبنا مربوط ربط عدل وكل حاجة، وإن شاء الله نوصل بالسلامة، يعني ما في أنا تخوف من هالشيء. إن درب الروحة بنكون منحرين، منحرين يعني عكس اتجاه الريح. اللي أنا عارفه من عكس اتجاه الريح إنه بنمشي متعرج. أنا ما نبي نخوفكم، بس إحنا لحد الآن في البر. طبعًا بيكون فيه زعل، بيكون فيه صراخ، بيكون فيه كذا. طبعًا هاي كلها إحنا بيكون في محمل واحد وتحت أمارة النخب. عندي خبرة في الغطس وعندي خبرة بسيطة في الإشراع. بهالرحلة بتخوف شوي لأن فيها محيط، هذه أول مرة ندخل المحيط. في أسباب كثيرة من مشاركتي في رحلة فتح الخير. أول شيء إحنا بنمثل بلادنا كسفراء في الهند وفي عمان، وفي أشياء طبعاً بنتعلمها إحنا من الرحلة هذه، وفيها إحياء للتراث، تراث أجدادنا وأبائنا القدامى. العمل كفريق ضروري لإنجاح الرحلة. قبل ما ينزلون البوم في الماي، في قطعة أخيرة لازم تتركب، وهي قطعة مهمة. الكانة هي السكان، وهي لتوجيه المحمل. يتم ربط الشرخ بالحبال، وبتدويره يمين ولا يسار بيتحرك معاه السكان. تم تركيب السكان، ولكن آلة الإشراع للحين، والآلة محتاجة الكثير من الحبال. هذه العدوس اللي احنا الحين ياسين نجهزها حق الآلة اللي هي حق الدقل، هذه العدوس الله يسلمك اللي خيطنا عليها الطربال. حاليا شغالين على الحبال، مضبطين العقوس والعمارين، وعندنا تجهيزات نخيط عليها الطربال على الحبال. هذه القفاضية الحين ركبناها، وجالسين الجماعة الحين الشباب اللي يجهزون العلاليق هذه، يلفون عليها طربال ويخيطونها على أساس إن نكملها. مثل هذه الحين عند إبراهيم، هذه قفية جالس يركب فيها العلاق. هذه بتركب في الإسطاح، تركب في الإسطاح، وعقب بتيل البياوير اللي هي الحبال اللي نازلة من فوق الدقل. ولكن أولاً يتوجب عليهم إيجاد دقل مناسب لفتح الخير. الوقت ضيق، وأسرع حل لإيجاد الدقل المناسب هو الاستعانة بدقل بالتيل، واللي تم استخدامه في رحلة فتح الخير الأولى. دقل بالتيل ملائم جدا ومناسب للبوم. نزل نزل. سهلا سهلا سهلا. يلا بطل عبد الدقل.
بطلة. الدقل وزنه فوق 750 كيلو، وعبد الدقل بيتركب معاه لإسناده. أول ما يعود فتح الخير للدوحة بيبتدي مشوار تجهيز آلة الإشراع. واليوم فتح الخير يرجع في واليوم فتح الخير يرجع في البحر في دشته يا زواه عيال الأولين. رحلة تاريخية ما تنسي، 32 بحار كلهم ما يهافون المغامرة ويعشقون البحر. مهمتهم السير على خطى الآباء والأجداد والإبحار لمدة 45 يوم، ولكن تحديات صعبة بيواجهونها البحارة. شلون ضربت البشارة؟ الرحلة كانت صعبة على الأوليين وما بتكون سهلة على اللي رايحين. هذه هي رحلة فتح الخير الثانية، الهند. سوي مكان واحد، سوي يربط. بعد عدة أسابيع من الضغط جاء وقت إنزال البوم في الماء. واخر واخر، تعال مني بس تعال. أقول إن شاء الله لا إله إلا الله، يعني والحمد لله أن إحنا خلصنا على في 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 الوقت المحدد، مرتاح نفسيا يعني. طبعا هذه تشوفه قبل ما نرفعه فوق، قبل ما نسوي له صيانة وبعد ما سوينا الصيانة، فرق كبير يعني. الواحد اللي بيشوفه ما يظن ان هذه هو الاولي. الحين قاعد يشيل الكراسي الحين، هو لانه بيخليه بس على الكراسي اللي فوق عشان ينزل. لنزل خلاص، ما في اي شيء، الأمور طبيعية يعني. خلصنا المحمل، يعني صار لنا فترة طويلة في مشقة مع الحر والرطوبة، خلاص الحين احنا في العدد التنازلي. الشغل اللي اشتغلناه والتعب اللي تعبناه ان شاء الله الحين على المرحلة الأخيرة. فتح الخير برز وبدش البحر لأول مرة بعد الصيانة، والطاقم بيتجهز لهالرحلة الصعبة. فهد البعينين يشوف ان لياقته تساعده في أداء المهمة. علاقتنا في البحر بدأت من هالقطر، وأنا شخصياً بدأت من الطفولة. طبعاً علاقتي بالبحر كانت رحلات مع الوالد، مع عمامي، مع جدي الله يرحمه، شتى الأنشطة البحرية من سباحة إلى صيد إلى غوص إلى كل الأنشطة البحرية. بحكم علاقتنا بالبحر وكبرنا طبعا انضمينا المنتخب التجديف، وتمت علاقتنا لان منتخب التجديف يضم عده رياضات، منها الشراعي ومنها التجديف. فوجودنا في النادي قربنا للشراعي وقربنا للرياضات الثانيه.
صعوبات طبعا شتى، يعني من ناحية ترك البلد لمدة 45 يوم بحار في محيطات وأعماق وبحار عمرنا ما بحرنا فيه من قبل. يعني طبعا الرياضة بشكل عام مهمة للجسم ومهمة للإنسان، ولكن لقستها على تجربة مثل تجربة فتح الخير تحتاج استعداد بدني. أنت 45 يوم تأكل وتشرب، وقت نومك يتغير، عايش على المركب، جسمك تعود على أشياء ما تعود عليها خلال فترات، وطبيعة حياتنا إحنا طبعاً هذه بحد ذاتها راحة، وكل شيء لنا في سيارات وكل شيء لنا مكيف، فلما تروح تجربة مثل هذه تحتاج أن تستعد استعداد بدني. المحمل حاف وله مدة طويلة فوق الماي، والأشخاص تبدلت، وفي لحظة نزوله للماي بتنرص الليحان مع بعضها وبيبين مقدرة المحمل للسفرة. الدكير ينزل البوم في البحر، الأنفاس انحبست، وننطر الخشب يصطك وإن شاء الله ما يكون فيها أعطال. زيادة الكلفات والفتيل وضرب المسامير بالخشب هو التأمين لطفو المحمل، ولكن لازم ينجز بالشكل الصح. فتح الخير في البحر وذاك طعم الملوحة. الحين نزلناه كل شيء أمور طيبة، طبعا بنخليه لين يصك لوحة، نشيك عليه كل شيء، ما في أي حاجة، ما في أي تسريب، ما في شيء، متوكل على الله الدوحة. شوي شوي قدام، ودي شوي قدام، خلاص أوكي. ودر بابا ودر يبقى الحين خلاص، الحين طابة جلابة هنا بنكمل بعض الأعمال. كل شيء تمام، الأمور طيبة. فتح الخير بيعود الدوحة. صراحة ما قصرنا معاه، يعني ما بس رجعنا ولد مثل ما يقولون. فتح الخير قرب يجهز، والطاقم يتجهز لتوديع الأهل. كان جدي نوخذة كان عنده محمل، طبعا كان يروح الخليج، كان تاجر، وطبعا والدي خذ خبرة منه، تعلم منه، وأنا يوم كنت صغير طبعا كنت أروح مع الوالد في المحمل، يعني كنا نروح نصيد، وهاي كنت أشوف الطباخ، وهاي ما شاء الله، يعني تحس إنه في المحمل كل شيء له طعم، حتى الطباخ اللي طبخته تحس إنه له طعم ثاني. عندي واحد من العيال الحين موجود في منتخب الغطس، بديت أعطي لي هالخبرة كسباحة زين، وأخذهم على البريج، أخذهم البحر، أخذتهم كم مرة معي في الطراد على أساس أعطيهم فكرة. المهم سعيد، ما وصيك في غيابي تكون تشيل دور الرجل في البيت، إن شاء الله نروح ونرجع بالسلامة، ونشوفكم إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله. طبعاً أنا دائماً أتمنى أن أمثل بلادي في أي ظروف من الظروف، يعني صراحة ومتشجع حق الأمور هذه. طبعاً هذه بلادي كثر ما أعطتني ما راح أنا أوفي لها قد ما هي أعطتني. الرحلة صعبة وشاقة كثير، ولكن بمصافحة سيدي الأمير الوالد الله يحفظه بنسينا التعب كله. طبعا هي بعيد عن هلي إذا مو بان بروحي، اليزوة كلهم بيكونون بعيدين عن هلهم، بس إن شاء الله بعون الله إن بنرجع لهم سالمين غانمين، وهم بيكونون في انتظارنا، وحنا بنكون يعني فارغ الصبر، ونكون صراحة مشتاقين لهم أكثر طبعا مثل ما هم رايحين يشتاقون لنا،
وهند بعد نفس الشيء، يعني ما وصيك تساعدين أمك في البيت، تنتبهين على أخوانك وتركزون على مذاكراتكم، دعواتكم إن شاء الله. والله أي صعوبة قدامي رايح أتعامل معها حسب خبرتي أنا. طبعا مش رايح أنتظر، إن شاء الله رايح أتعاون بها على طول أول بأول، يعني إن شاء الله ما برايح تكون أي عقات وأي صعوبات، تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. باقي أقل من 4 أسابيع للدشة، والمحمل موجود في فرضة هيئة المتاحف لتكملة الصيانة. مثل ما تشوفون المحمل هي من بسعيد